بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 25. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله الرد على من يتأول صفات الله على غير حقيقتها ويمثل لذلك بصفة واحدة وردت في الكتاب والسنة وهي اليد، فيقول: هب أنه يجوز أن يعنى باليد حقيقة اليد، وأن يعنى بها القدرة أو النعمة، أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل، لكن ما الموجب لصرفها عن الحقيقة؟ فإن قلت: لأن اليد هي الجارحة، وذلك ممتنع على الله سبحانه، قلت: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس أيدي المخلوقين، وهذا لا ريب فيه، لكن لما لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته، تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات؟ قال: يعني الخصم ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. قلت: فإذا كان هذا ممكنا وهو حقيقة اللفظ، فلما يصرف عنه اللفظ إلى مجازه، وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يليق بالمخلوق، وسلم له أن المعنى الذي يستحقه المخلوق منتف عنه، وإنما حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الخالق كالعلم والقدرة، بل كالذات والوجود. وقلت له: بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا: المراد باليد خلاف ظاهره، أو الظاهر غير مراد، أو هل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفية؟ فإن أقصى ما يذكره المتكلف قوله تعالى: قل هو الله أحد، وقوله: ليس كمثله شيء، وقوله: هل تعلم له سميا. وهؤلاء الآيات إنما يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه، أما انتفاء يد تليق به بجلاله فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه. وكذلك: هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يد له البتة، لا يد تليق بجلاله، ولا يد تناسب المحدثات؟ وهل فيه ما يدل على ذلك أصلا ولو بوجه خفي؟ فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البتة، وإن فرض ما ينافيها فإنما هو من الوجوه الخفية عند من يدعيه، وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة. فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليد، وأن الله تعالى خلق بيده، وأن يداه مبسوطتان، وأن الملك بيده، وفي الحديث ما لا يحصى؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر لا يبينون للناس أن هذا لا يراد به حقيقته ولا ظاهره، حيث حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة، فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم، ويتبعه عليه بشر بن غياث ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق. وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، ويقول: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم، وأن اعتقاد ظاهره ضلال، وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه. وكيف يجوز للسلف أن يقول: أمروها كما جاءت، مع أن معناها المجازية هو المراد، وهو شيء لا يفهمه العرب،
حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار. وقلت له: أنا أذكر لك من الأدلة الجليلة القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن لله يدين حقيقة، فمن ذلك تفضيله لآدم يستوجب سجود الملائكة وامتناعهم عن التكبر عليه، فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته أو مجرد إضافة خلقه إليه لشاركه في ذلك إبليس وجميع المخلوقات. قال لي: فقد يضاف الشيء إلى الله على سبيل التشريف كقوله ناقة الله وبيت الله. قلت له: لا تكون الإضافة تشريفا حتى يكون في المضاف معنى أفرده به عن غيره، فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به على جميع النوق والبيوت لما استحق هذه الإضافة. والأمر هنا كذلك، فإضافة خلق إليه أنه خلقه بيديه يوجب أن يكون خلقه بيديه أنه قد فعله بيديه، وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون كما جاءت به الآثار. ومن ذلك أنهم إذا قالوا بيده الملك أو عملته يداك فهما شيئان، أحدهما إثبات اليد والثاني إضافة الملك والعمل إليها، والثاني يقع فيه التجوز كثيرا. أما الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة، ولا يقولون يد الهوى ولا يد الماء. فهب أن قوله بيده الملك قد علم منه أن المراد بقدرته، لكن لا يجوز ذلك إلا لمن له يد حقيقة. والفرق بين قوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا من وجهين، أحدهما أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه خلقه بيديه، وهناك أضاف الفعل إلى الأيدي. الثاني أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبس، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي يديهما، وقوله: فقد صغت قلوبكما أي قلباكما، فكذلك قوله: مما عملت أيدينا. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وبما ذكر فيها فقد أفحم الشيخ رحمه الله بهذه الأدلة وهذه المناقشة أفحم خصومه من نفاة الصفات وردهم على أعقابهم. فلله دره من إمام جليل وعالم نحرير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ناصر دينه ومقيض لنصرته أمثال هذا الإمام. فالحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.